ومحمد عمر وعادل عبد الواحد وطاهر ابو زيد. ده الجيل بتاع ده كان منتخب مصر. الصوره الثانيه بقى مع درع الدوري. دي مع درع الدوري وكان هيديكوتي كابتن صفا طبعا الله يرحمه. كابتن صفا طبعا هنا حسام بدر كابتن صفا وجمال الجندي محمد عامر لا ده انا شايف كمان درع الدوري وشايف كاس افريقيا هنا ده او هنا كاس مصر يعني كانت مجموعه بطولات في السنه كنا خدنا كاس مصر وكاس افريقيا كاس والدوري كمان وفتح مبروك ماهر همام جمال عبد الحميد مجدي عبد الغني محمد عباس محمد عباس كان حكايه ده كمان محمد عباس الصوره دي فيها نجوم تألقت دلوقتي وكنا بنعمل الصور دي على اساس نفس الصوره دي دي بس دي متصوره هنا في الملعب في الملعب ملعب مختار التتش هنا كابتن محمد لطيف ايوه كابتن محمد لطيف واحد من نجوم نادي الزمالك الزمالك ده الكبار كنت معاه وده ألان ويد اللي هو الخبير الانجليزي اللي كان بيدي دورات نفس القصه هنا كابتن محمد لطيف كابتن حماد الشرقاوي ألان ويد حسن مختار كابتن فتحي نصير لما واحنا بنسترجع الذكريات الحلوه والحكايات الحلوه وحكايه كل صوره مين النهارده واحنا قاعدين في ملعب مختار التتش النهارده مين الكابتن فتحي عايز يقول له شكرا وكان صاحب فضل على الكابتن فتحي نصير في مسيرته مسيرتي كمدرب الله يرحمه الكابتن عبد الصالح الوحش مسيرة النادي كان سيادة الفريق مرتجي الله يرحمه كان له دور في بداية حياتي التدريبية هنا في النادي الأهلي لأنه كان بيساعدني في اللعيبة اللي احنا كانوا عندنا كل الأجيال دولت من خلال الإدارة كان بيسر لنا كل الأمور وسهل لنا كل حاجة لهم فطبعا بشكرهم وبعدين أشكر كل اللعيبة اللي تعاونوا معايا وادونا من مجهودهم وعرقهم وبطولاتهم لأن البطولات اللي هم خدوها وإحنا موجودين فدي بتضاف لي أنا كمدرب وطبعا كلامي مجروح لو قلت إن محمود الخطيب ارتباطي به مش ارتباط مدرب بلاعب أو لاعب بمدرب أو أخ لأخوه أكتر من كده بكتير لان احنا تزامنا كنت بدربه في السنوات الرياضيه بدربه في النادي الاهلي الناشئين ثم بدربه في منتخب مصر وبدربه في النادي الاهلي الاول ثم بدربه في منتخب مصر الكبير ثم بعد ما بطلنا احنا الاثنين كانت علاقتنا يعني هنا في مصر علاقتنا ممتده لأبيل الازل الى سفرياتنا في الخارج دايما في زيارات في لقاءات واحنا النهارده كابتن فتحي من ملعب مختار التتش الملعب اللي انت قضيت حياتك كلها في الملعب اللي انت خرجت منه نجوم ورموز واساطير ومن هنا من الدكه اللي انت قعدت عليها جنب الكابتن عبد الصالح الوحش جنب هدوكوتي وحققت بطولات كبيره للنادي الاهلي وايضا لمنتخب مصر جينا لك هنا في ملعب مختار التتش علشان نقول لك شكرا شكرا على المسيره الرائعه جينا نرد لك جزء من الجميل وجينا نقول لك شكرا من القلب وتسمح لي ان احنا نكرمك في الملعب التاريخي اللي انت خرجت منه اساطير ورموز اتفضل يا كابتن فتحي. Thank you.